الوجود ديالكم باش تبينوا رأي العام المحلي على الأهداف ديالنا والتوجه ديالنا. حنا اليوم كمجتمع مدني ما كنكون واجدين لا باش نعبروا على 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 واحد المجموعة من الطموحات ديالنا والولاء ديالنا، وكنقولوا ميساج واضح واننا حنا عند الدستور جميع المكونات ديالو. ما كنا نعم الا على القناعه، وما خرجناش اليوم الا على القناعات، جمع القناعات لما جات الا كتكرس هذيك الاصلاحات اللي كانت عندنا ديجا عندنا في المكونات ديالنا. فبالتالي الحركه في المجتمع المواطنه غتخلق هذا الاساس باش تعبر عن الوجود ديالها وتعبر تاهي عن الطموح ديالها وتساهم في المشاركه في الاصلاحات اللي كاينه حاليا. احنا كمجتمع مدني كنطلبوا مع الدستور تطبيقوا الدستور الحركه والتجمع على واحد الكلمه خلقات لنا الفيدراليه باش نكونوا في المستوى القانوني الموجود. بسمتك رئيس الجمعيه، شنو هي الرساله اللي تبغى توجهها للراي العام؟ حنا كنقولوا رساله واضحه، حنا مع التغيير بطريقه عقلانيه، بطريقه تكون عقوله وقانونيه. حنا ماشي مع الفوضى، حنا ماشي مع الحركات غير القانونيه. حنا مع حركة قانونية كتعبر على الرأي ديالها بشكل قانوني وبشكل موازي مع متطلبات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا هو الميساج الواضح، الهدف واضح اللي كاين هو حنا خصنا نكونوا كاملين متعبدين. وهذا الوجود اللي كتشوف فيه راه الوجود عفوي ديال هاد مجموعة الجمعيات، ما كنعطيهم لا بونات، ما كنعطيهم لا 50 درهم ولا 100 درهم ولا والو، ما عندنا حتى مصلحة. انا دابا انا غادي ناخذوها، وهذا ماشي هذا المجتمع المدني غير سياسي غير حزبي، هذيك اللي كنتشجعوها بزاف. الدليل على هذا ان الحد اللي فات كانوا بعض الاحزاب قلنا لهم حيدوا التونيت ودخلوا، عبروا على هذاك الشخص المواطن الطرف ديالو المواطنه اللي كنخاطبوا فيه يكون حاضر معنا هذاك النهار. التوجه السياسي ولا الحزبي ولا هذاك الشيء شغلو، ولكن ملي يكون معنا حاضر اليوم حاضر مواطن عنده الغيره على البلاد، عنده مع التغيير بطريقه عقلانيه وقانونيه. هذا هو الميساج. هذه الخرجات غتستمر ان شاء الله، لا زالت مستمره ولا زالت في تطور. الاستمرار ديالنا كيواكب الطموحات ديالنا في كل مرحله ديال التغيير وديال التاسيس. حنا الحمد لله داز المشروع الاول ديال الدستور التقاليد، يعني داز مزيان على المستوى التشريعي، دابا المستوى التطبيقي. حنا كذلك عن الكلمه ديالنا النهار اللي غادي تكون ان شاء الله غتكون الكلمه عندنا كمجتمع مدني ماشي سياسي خايف على البلاد وعلى طموحات البلاد، وحنا موجودين هنا باش نرافقوا هذا التغيير وتكون عندنا واحد الرؤيه وتكون عندنا